الأفضل في صباح هذا اليوم. نتحرك بشوط آخر يحمل عنوان الأبكار المهجنات الأصايل مع 6 كيلومترات وشعارات أبناء القبائل التي تشاركنا في هذه الفرحة في هذا التحدي. نرحب أيضا بشوطنا العاشر ونرحب بمن رحب بالمركز الأول. نتابع بنت الشقب وفهد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين من يقدم إبداعة وجديدة ومستلم المركز الأول بكل نشاط وبكل تحدي. يطير الطيور الطائرة وهو متربع على عرش المركز الأول. أما المركز الثاني لغزيل مبارك بسلطان بن قران المنصوري من يأتينا على ثاني المراكز. إذا انتقلنا إلى المركز الثالث نرحب بالغزيلة على المركز الثالث ومبارك أيضا بن قران سلطان المنصوري من يقدم الإبداع والخبرة في هذه الجولة. المركز الرابع تواق مبارك بن حمد بن علي النعيمي نقلة تالية على المركز الخامس والوصول من المتحدة مسرط بن شعيفان بن مسرط السبيعي هو من يتواجد على المركز الخامس والمركز المركز السادس. أرى ماذا أرى أيضا من تحدي من الهبوب حمد بن خيرات بن الدودة العامري على المركز الخامس والمركز السادس. أرى أريام أحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي هو سادسا. المركز السابع شهد أحمد بن عبد الله بن محمد النعيمي. أما المركز الثامن اللي هي شاهينية سيف بن عبيد بن غنام المزروعي. والمركز التاسع الوصول من شعار أيضا لصولة وجولة في عالم التحدي يبدأ أيضا مع هذا الإبداع ويتحرك مع منصورة بسري بسالم بالعرطي الحميري. أما المركز العاشر تأتينا الضبي محمد بن مطاب المطوع لاشتبي هذه النتيجة كاملة مكملة. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وهكذا انتهينا من إذاعتنا ونداءنا الأول. لنعود مرة ثانية ونتابع الصدارة ونتابع بنت الشقب على المركز الأول تشاقب في هذا الشوط ولكنها منفردة راس والعصاقوس تتابع طريق الناموس. فهد بن سيف بن محمد البوسعيد الخيارين أرى ماذا أرى من 44 التي تحمل معاها هذا الرقم الجميل اللي هي الهبوب حمد بن خيرات بن الدودة العامري. يأتينا على ثاني المراكز والمركز الثالث الضبي محمد بن مطر بل مطوع الاشتبي له ايضا دور رئيسي في هذا التحدي. يتجاوز وعينه على ناموس هذا الشوط. المركز الرابع على شعار مسري بسالم بالعرضي الحميري على ظهر منصورة يا ما صارت وجالت ايضا وسجلت انتصارات جميلة. الان تشاركنا في هذه الفرحة تبغي السلام للمرموم. وننتقل الى المركز الخامس القدوم من قبل شهد على المركز الخامس حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي يأتينا خامسا. والمركز السادس غزيلة مبارك بن سلطان مقران المنصوري على سادس المراكز. والمركز السابع الريام احمد بن محبوب بن مسعود النعيمي يأتينا سابعا. والمركز الثامن الله 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 شعار جديد بينضم لنا على ظهر زعفرانة صالح بن محمد بن يزرب العامري يأتينا على المركز التاسع. اما المركز العاشر عاشر المراكز فهناك حشيمة خليفة بن ضبيب بن سليمان الشامسي. هذه العشرة يا متابعين هذه العشرة المراكز الاولى تقريبا انتصفنا في نص المسافة. ونتابع التغيير الذي طرى وجرى على المقدمة بين مسري وبالمطوع ولكن مسري يدفع منصورة في هذا التحدي يالله يا ابو سالم استلم القيادة مسري مساري بالعرضي الحميري على المركز الاول يشن ويهجم بغارات بقوة منصورة بقوة التحدي ولكن بالمطوع مع الضبي لكلام ثاني محمد بن مطر بالمطوع ليجسبي يتكلم وهو يتابع منصورة في كفة الميزان يتناوبون على المركز الاول في قبضة السيف الواحد في قبضة الناموس الواحد. المراقب الذي
الذي يأتينا على ثالث المراكز صالح بن محمد بن يزرب العامري مع الزعفران في ثالث المراكز يشق طريقه أيضا وعينه على المراكز الأولى. أما المركز الرابع تواقة وصلتنا رابعا مبارك بن حمد بن علي النعيمي يأتينا على المركز الرابع، والمركز الخامس شهد حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي هو اللي يأتينا على المركز الخامس، والغزيلة سادسا مبارك بن سلطان قران المنصوري في المركز السادس. أما المركز السابع شعار جديد بينضم لنا على ظهر منصورة ناصر بن محمد بن راشد الجحافي النعيمي هو من يأتي على المركز السابع، والمركز الثامن جبارة سالم بن علي بن خميس لعويسي وصلنا على المركز التاسع، والمركز العاشر هذا شعار الرفيسة هذا شعار أبو عبد الله يأتينا وحمد بن محمد بن هويمل العامري. يلا يا بن هويمل يلا يا بن هويمل يوم جد الجد واشتد الوطيس، نعم حرك 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 سكت على الابطان والموقف يا بيشد الاحزام سوقوا على الاول يا ملاك الحلال وحركوا لأن الشوط ما يتحمل، الشوط يبغي تخطيط، الشوط يبغي خبرة، وابن هويمن من خطط تخطيط سليم واندفع إلى المركز الأول صاحب الأمتار الأخيرة. أشكرك يا بطل، أشكرك يا ولد على هذا الهجوم على هذا التخطيط السليم مع براقة حمد بن محمد بن هويمن العامري في كيلو الأوامر يأتي ويأتون أبناء العوامر ويحتلون المركز الأول، يحتلون المركز الأول بقوة هذه الأصالة، وبدأت الأمور تتحرك يا بو الهجوم من المركز الثاني، الهجوم من زعفرانه صالح بن محمد بن يزرب العامري مسري مسري يا مسري له دور في المعركة له دور في المعركة. نعم نحن نتابع الأمتار الأخيرة. أما المركز الرابع تأتينا له شهد حمد بن عبد الله بن محمد النعيمي. هذه المراكز الأولى، نحن مع المنصة الرئيسية نواجه المنصة الرئيسية عين بعين وجه بوجه مع اللي هي مع براقة مع براقة اللي يعني برقت في اللحظات الأخيرة من فردة بالمركز الأول. نعم حمد بن هويبل العامري على المركز الأول. يلا يا مسري ما عندنا وقت ما عندنا وقت، الشوط خلص الشوط. أبو ناصر محمد بن راشد الجحافي الوصول من المركز الثالث الوصول من المركز الثالث. فهناك ايضا شعار سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين وصلنا الى الامتار الاخيره وصلنا في هذه اللحظات، ولكن ال 400 متر الاخيره ال 400 متر الاخيره بالخصيبه قادم بالخصيبه قادم، وراشد بن الاصلي راشد بن سعيد بن الاصلي الشامسي. يلا اشوف اشوف الناموس وين الناموس وين، الى المملكه الى العين الى المملكه الى العين الى بالخصيبه الناموس يتحرك، وأقرب أقرب أقرب إلى المملكة. سلام 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 لعم سليمان. أول لحظة الله 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 اللحظات الأخيرة تأتي الشاعرية راشد بن سعيد بن الأصلي الشامسي نهنيك على الفوز. أما المركز الثاني كان من نصيب الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين. المركز الثالث المركز براقة حمد بن محمد بن هويم العامري. المركز الرابع شهد حمد بن عبد الله بن محمد العبي. والمركز الخامس منصورة مسري بسالم بالعرض الحميري. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز الأولى. نعود بالناموس والتهاني لصاحب الشاهينية الذي فرض وجوده وفرض هيبته مع هذا الشعار الذي أتانا في اللحظات الأخيرة بتوقيت زمني 9 دقائق 25 ثانية 1 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب الشاهينية السيد راهد بن سعيد بن الأصلي الشامسي على هذا الانتصار. سلام عيناوي سلام. المركز الثاني كان من نصيب الواصلة سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين ب9 دقائق 25 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث براقة محمد بن محمد بن هويمل العامري ب9 دقائق 26 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والف مبروك للجميع. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام في انطلاقات ثالث ايامها.